السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مشاهدينا الكرام أينما كنتم في قناة تقنيات. في هذا الفيديو سنستعرض لكم أفضل الهواتف الذكية من الناحية التقنية لعام 2018. الهاتف الأول OnePlus 6T هو هاتف مميز ياتي مدمج بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وتم إطلاقه مؤخرا لمنافسة الشركات الكبرى، ويتميز الهاتف بمواصفات تقنية عالية وتصميم جذاب. هاتف OnePlus 6T يأتي مع شاشة كبيرة بحجم 6.4 بوصة، حيث يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت و 8 جيجابايت رام، والذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت، والنسخة الأخرى 256 جيجابايت، ويضم الهاتف معالجا 8 نواة مميز من فئة سناب دراجون 845. أما عن بطارية الهاتف فهي بسعة 3700 ملي أمبير، وتدعم خاصية الشحن السريع. الكاميرا الخلفية للهاتف مميزة، فهي مزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل للمستشعر الأول و 20 ميجا بيكسل للمستشعر الثاني. كما أن الكاميرا تحتوي على العديد من المميزات الرائعة وميزة الذكاء الاصطناعي، وتستطيع من خلالها التقاط صور واضحة في البيئة المظلمة. أما عن الكاميرا الأمامية للهاتف فهي بدقة 16 ميجا بيكسل، والهاتف مقاوم للماء والغبار. أما عن سعر الهاتف فهو يبدأ بسعر 550 دولار للنسخة الأولى، وبسعر 630 دولار أمريكي للنسخة الثانية. الهاتف الثاني Xiaomi Mi Mix 3. يعتبر هذا الهاتف من الهواتف القوية لشركة شاومي، حيث أنه يأتي بمواصفات تقنية تفوقت في الوقت الحالي على جميع الهواتف الأخرى من حيث الذاكرة العشوائية. ويأتي الهاتف مع تصميم احترافي وخواص التعرف على الوجه ومستشعر البصمة. ويأتي هاتف شاومي الرائد مع شاشة كبيرة بحجم 6.4. الكاميرا الأمامية للهاتف مميزة للغاية، فهي مزدوجة وبدقة 24 ميجا بيكسل للمستشعر الأول والثاني بدقة 2 ميجا بيكسل. والكاميرا الخلفية للهاتف تضم الكثير من المميزات والذكاء الاصطناعي، وهي مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل للمستشعرين. أما عن المعالج فهو 8 نواة من فئة سناب دراجون 845. أما عن أكثر مميزات الهاتف الذاكرة العشوائية، ويوجد ثلاث إصدارات وهي 6 جيجابايت و 8 جيجابايت و 10 جيجابايت، والذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، والنسخة الأخرى 256 جيجابايت. وأداء الهاتف مميز، فالمواصفات التقنية عالية للغاية. أما عن البطارية فهي بسعة 3200 ملي أمبير، وتدعم خواص الشحن السريع والشحن اللاسلكي. سعر الهاتف يبدأ من 474 للنسخة الأقل، حتى 720 دولارا أمريكي للنسخة القوية. الهاتف الثالث هو هاتف سامسونج جالاكسي نوت 9. كما تشاهدون فإن تصميم هاتف جالاكسي نوت 9 مميز بشكل احترافي. الهاتف يأتي بشاشة كبيرة بحجم 6.4 بوصة وبدقة عالية، وتعد الشاشة أكثر سطوعا بنسبة 10% من الهواتف الأخرى السابقة. أما عن المعالج فهو يحتوي على معالج قوي من فئة إكسينوس 9810 أوكتا، وهذا سوف يتيح لك أفضل أداء، بجانب أنه يتوفر على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت و 8 جيجابايت رام. وهذا أيضا بجانب هذا المعالج القوي سوف تصل إلى أداء مميز للهاتف. الكاميرا الخلفية لهاتف جالاكسي نوت 9 مزدوجة، فهي بدقة 12 ميجا بيكسل لكلا من المستشعرين مع الكثير من المميزات الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بيكسل. الهاتف يتوفر أيضا على ميزات رائعة، أهمها أنه مقاوم للماء والغبار، كما يأتي بمستشعر الصحة الذي تستطيع من خلاله الحصول على القياسات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، أكسجين الدم، وضغط الدم. وهذه ميزة قوية في الهاتف. أما عن بطارية الهاتف فهي على عكس الهواتف الأخرى السابقة من سلسلة النوت، فهي كبيرة تأتي بسعة 4000 ملي أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي. أما عن سعر الهاتف في الأسواق يبدأ من 950 دولارا أمريكي إلى 1250 دولار. الهاتف الرابع Oppo F9 هو من الهواتف التي أحدثت ضجة كبيرة هذا العام. فمن خلال هذا الهاتف دخلت شركة Oppo في منافسة قوية مع باقي الهواتف المميزة في سنة 2018، ويعتبر هاتف Oppo F8 خليفة ناجح الأسبق له وهو Oppo F7. هذا الهاتف يأتي أيضا ضمن الفئة المتوسطة، لكنه حاز على نجاح كبير عند إطلاقه. الهاتف الجديد يأتي بشاشة بحجم 6.3 بوصة، والشاشة تستحوذ على 90% من جسم الموبايل،
موبايل، وأطراف الشاشة قليلة جدا مقارنة بF7، ويأتي موبايل أوبو F9 بنفس المعالج الموجود في F7 وهو ميديا تك هيليو بي 16 ثماني نواة يعمل بقوة 2 جيجا هرتز، وهو معالج موفر في استهلاك الطاقة. أما عن مساحة التخزين الداخلية للهاتف فهي 64 جيجا بايت، ويمكنك إضافة كارت خارجي حتى 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية للهاتف مميزة فهي بسعة 4 جيجا بايت، والنسخة الأقوى من الهاتف تحتوي على ذاكرة رام بسعة 6 جيجا بايت، وهذا يضمن لك أفضل أداء للهاتف. أما عن الكاميرا الأمامية فهي بدقة 25 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل للأول و2 ميجا بيكسل، وتدعم العديد من المميزات القوية للحصول على أفضل صورة. والهاتف يدعم كذلك بصمة في ظهر الهاتف، وأيضا يدعم خاصية فيس أنلوك لفتح قفل الشاشة بالوجه. أما عن بطارية الهاتف فهي جيدة بسعة 3500 ملي أمبير، وتدعم خاصية شحن سريع، وسعر الهاتف يبدأ من 300 دولار أمريكي. الهاتف الخامس نوكيا إكس 7، وتحاول دائما شركة نوكيا العودة على المنافسة بأكثر من هاتف، وهذا واحد من الهواتف المميزة لها هذا العام، حيث أنه ذات مواصفات جيدة وأيضا سعر مناسب، وتصميم الهاتف احترافي بشكل كبير. ويأتي الهاتف مع شاشة بحجم 6.1 بوصة بدقة عالية، وهو يأتي مع المعالج المميز من فئة سناب دراجون 710، والذاكرة العشوائية للهاتف تأتي بحجم 4 أو 6 جيجا بايت رام، وهذا يضمن لك أفضل أداء للهاتف بجانب المعالج المميز. أما عن الذاكرة الداخلية للهاتف فهي 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، ويمكنك توسيع المساحة الداخلية للهاتف عن طريق إضافة كارت خارجية. والكاميرا الأمامية للهاتف مميزة، فهي سوف تتيح لك التقاط صور السيلفي الرائعة، فهي بدقة 20 ميجا بيكسل. أما الكاميرا الخلفية فهي مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل و13، وتأتي الكاميرا الخلفية مع كثير من المميزات والتي تعمل على تحسين وجه جمالية الصور. ويأتي الهاتف مع بطارية مناسبة بسعة 3500 ملي أمبير، وكما قالت تقارير الشركة أن البطارية تستطيع الصمود يوماً، وهي تدعم الشحن السريع، يمكنك شحنها حتى 50% في نصف ساعة فقط. وسعر الهاتف مناسب، حيث أنه يبدأ بسعر 145 دولاراً أمريكي حتى 360 دولاراً أمريكي. الهاتف السادس آيفون إكس إس ماكس. هاتف آيفون إكس إس ماكس هو الهاتف الأكثر تطور الذي تم إطلاقه هذا العام، وهو من الهواتف المميزة لشركة أبل، ويعتبر الهاتف الأغلى. ومن حيث المواصفات التقنية فهو يأتي بشاشة كبيرة الحجم 6.5 بوصة وبدقة عالية، وهي تعتبر أفضل شاشة من نوع سوبر أمولد في العالم، والبطارية أفضل من الهواتف السابقة، فهي يمكن أن تعطيك تقريبا يوما مع الاستخدام المتوسط. ويمكنك استخدام الهاتف بمشاهدة الفيديوهات وتشغيل الشاشة، يعطيك 6 إلى 7 ساعات عمل، وهذا شيء ممتاز بالنسبة للبطارية. أما كاميرا الهاتف بعد التجربة الفعلية فهي مميزة، وفعلا أبل أضافت الكثير من المميزات الرائعة للكاميرا، فهي مزدوجة وهي مميزة عن الهاتف السابق بشكل كبير. ويمكنك من خلال ميزة العزل في الكاميرا الحصول على صورة ممتازة أكثر احترافية، والكاميرا بشكل عام هي الأفضل من السابق، وأيضا تصوير الفيديو أصبح جيدا، وأداء الهاتف أفضل من قبل، ولا يوجد أي مشاكل مع النظام الجديد، وهو مستقر بشكل كبير. والهاتف يأتي بمعالج أبل المميز أبل A12 بيونيك، وهو يعتبر أحدث معالجات الشركة، والذي يستطيع التحكم بالذاكرة والشاشة ورفع كفاءة الهاتف بحسب الحالة، وهو أسرع من الإصدار السابق بحوالي 50%. وأيضا من ناحية الأداء لا ننسى الذاكرة العشوائية، فهي تأتي بحجم 4 جيجا بايت، أما الذاكرة الداخلية للهاتف فهي مميزة للغاية، بحيث تأتي بأكثر من إصدار من 64 جيجا بايت حتى 512 جيجا بايت. أما عن سعر الهاتف فهو يبدأ بسعر 1099 دولارا أمريكيا، ويوجد إصدارين أيضا من هواتف الآيفون هذا العام غير هذا الإصدار، وهما الأقل سعرا، وخصوصا هاتف آيفون الاقتصادي آيفون إكس آر، فهو يأتي بسعر يبدأ من 749 دولارا أمريكيا. الهاتف السابع HTC U12 Live. كشفت شركة HTC عن هذا الهاتف المميز من خلال معرض EFA 2018. الهاتف يتميز بأداء جيد للغاية، وهو يعتبر ليس عالي التكلفة بشكل كبير، ويتميز بتصميم احترافي، وهو من الناحية التقنية مواصفاته جيدة، فهو يأتي بشاشة 6 بوصة وبدقة عالية، والهاتف من الجهة الخلفية مشابه كثيرا لهواتف الآيفون، كما أنه يحتوي على مستشعر البصمة في منتصف الجزء العلوي. أما عن معالج الهاتف فهو جيد من فئة سناب
سناب دراجون 636، وبجانب هذا المعالج تأتي الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت والإصدار الآخر 6 جيجا بايت، وهذا يضمن لك أداء مميزا في الهاتف. بالنسبة لكاميرا الهاتف الأمامية فهي بدقة 13 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل و5 ميجا بيكسل. الهاتف يندرج ضمن الفئة المتوسطة من هواتف الشركة، فهو يأتي ببطارية بسعة 3600 ميلي أمبير. أما سعر الهاتف هو يبدأ بسعر 399 دولارا أمريكيا. الهاتف الثامن، Xiaomi Pocophone F1. هذا الهاتف المميز من شركة شاومي يأتي مع مميزات قوية، وهو يجمع بين السعر المناسب وأيضا المواصفات التقنية العالية، ويأتي الهاتف مع شاشة مناسبة بحجم 6.18 بوصة وبدقة عالية، والهاتف يضم معالج 8 نواة من فئة سناب دراجون 845، حيث سوف يمنحك الأداء المناسب الذي تريده في الهاتف، بجانب أن الذاكرة العشوائية للهاتف مناسبة بشكل كبير، حيث أنها بحجم 6 جيجا بايت و 8 جيجا بايت رام. مع هذه الإمكانيات التقنية سوف تمنحك أفضل أداء للهاتف. أما عن الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت، وهي مساحة مناسبة للهاتف. وكاميرا الهاتف أيضا مميزة بشكل كبير، يمكنك الاستمتاع بأفضل صورة سيلفي مع كاميرا بدقة 20 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة بدقة 12 ميجا بيكسل للمستشعر الأساسي و 5 للثاني. الهاتف يدعم خاصية التعرف على الوجه ويحتوي على الكثير من المميزات القوية. أما عن بطارية الهاتف فهي أيضا مناسبة بشكل كبير، حيث أنها بسعة 4000 ملي أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع. وسعر الهاتف مناسب للغاية، حيث أنه يبدأ بسعر 300 دولار أمريكي. الهاتف التاسع، Oppo R50X. هو هاتف مميز أيضا من شركة أوبو، حيث أنه يأتي بتصميم احترافي ومستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة الرئيسية، وهو هاتف مميز من حيث الأداء والتصميم، ويعتبر الهاتف متكامل من حيث الإمكانيات الجيدة. فهو يأتي مع شاشة كبيرة بحجم 6.4 بوصة، وهي عالية الدقة من نوع Super AMOLED. أما عن باقي المواصفات التقنية للهاتف فهي تضمن لك أفضل أداء في التطبيقات وتشغيل الألعاب، حيث أن الهاتف يأتي مع معالج قوي من فئة سناب دراجون 660. وأيضا ما يتعلق بالأداء المناسب فهو يضم ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية للهاتف بسعة 128 جيجا بايت، ويمكنك أيضا زيادة حجم الذاكرة الداخلية للهاتف عن طريق إضافة كارت خارجي. وأيضا كاميرا الهاتف تتيح لك الحصول على أفضل صورة، فالكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجا بيكسل، والخلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بيكسل للمستشعر الأول واثنان للمستشعر الثاني. وتم تزويد الكاميرا بالعديد من المميزات، أهمها الذكاء الاصطناعي والتعرف على نوعية المشهد، وإضافة الكثير من التحسينات للصور. بطارية الهاتف بسعة 3500 ميلي أمبير. أما عن سعر الهاتف فهو بسعر 360 دولار. الهاتف الأخير في هذه المجموعة هو هاتف شركة هواوي المميز للغاية، هواوي ميت 20 برو. هذا الهاتف يحتوي على أفضل المميزات التقنية التي توفر لك أفضل أداء عن استعمال الهاتف، وهو يأتي بشاشة عالية الجودة من نوع AMOLED بحجم 6.39 بوصة وبدقة بلوس كواد HD. كما أن الشاشة تحتوي على مستشعر بصمة الأصابع. يتوفر هاتف هواوي الشهير على معالج مميز، فهو 8 نواة من فئة هاي سيليكون كيرن 980، الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت. أما الذاكرة الداخلية للهاتف 128 جيجا بايت. كاميرا الهاتف مميزة للغاية، فهي تضمن لك التقاط أفضل صورة، حيث أن الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجا بيكسل، وهي تدعم الذكاء الاصطناعي، والكاميرا الخلفية ثلاثية، وهي مميزة للغاية وتدعم الكثير من المميزات، منها الذكاء الاصطناعي وأيضا التصوير تحت الماء، والمستشعر الأول للكاميرا بدقة 40 ميجا بيكسل، الثاني 20 ميجا بيكسل، والثالث 8 ميجا بيكسل. بطارية الهاتف أيضا مميزة للغاية، فهي بسعة 4100 ميلي أمبير وتدعم العديد من المميزات، منها الشحن السريع بحيث يمكنك شحن الهاتف حتى 70% فقط في نصف ساعة، وأيضا تدعم خاصية الشحن اللاسلكي. أما عن سعر الهاتف هواوي ميت 20 برو فهو يأتي بسعر 1215 دولارا أمريكيا. إذن كانت هذه أفضل 10 هواتف ذكية للعام 2018، فهي
هي تأتي بمواصفة قوية أهمها سرعة المعالج وأيضا ذاكرة الرام التي تصل في بعض الهواتف إلى 10 جيجابايت، وبذلك فإن هذه الهواتف تضمن لك أفضل أداء خاصة إذا كنت من محبي تشغيل الألعاب الاحترافية على هاتفك. وكما شاهدتم معنا فإن المساحة التخزينية لهذه الهواتف جد مناسبة كأنك تمتلك حاسوبا محمول، وتتيح لك في الهواتف التقاط صور احترافية من خلال مستشعرات الكاميرا التي تتوفر عليها سواء في الكاميرا الأمامية أو الخلفية، بحيث تصل دقة الكاميرا في بعض الهواتف من 20 ميجا بيكسل حتى 40 ميجا بيكسل مع دعمها لمجموعة من الميزات الرائعة أهمها الذكاء الاصطناعي وخاصية العزل والتصوير في الإضاءة المنخفضة. إلى هنا نكون قد انتهينا من استعراض أفضل الهواتف الذكية لهذه السنة، ونتمنى أن تنال إعجابكم. ولا تنسوا مشاهدينا الكرام دعم القناة بشكل مكثف، الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.